رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تيميساوس، الإصحاح الثاني. فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة التي جعلت أنا لها كارزاً ورسولاً. الحق أقول في المسيح ولا أكذب، معلماً للأمم في الإيمان والحق، فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. ولكن لست أأذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولاً ثم حواء، وآدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. في الإصحاح الثاني بيقدم مجموعة من توجيهات خاصة بالعبادة، وإزاي إن العبادة أساسها هو الصلوات المرفوعة، وبيسميها هنا طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات، لكن المهم فيها ما نقدرش نفصلها يعني عن بعضها كتير، لكن المهم إن فيها أنها لأجل جميع الناس، لأجل جميع الناس، يعني أنت تصلي من أجل كل أحد في كل الظروف في كل المناسبات في كل الأوقات. بس بيحط لنا كده شكلين واضحين لحياة الصلاة النقية. بالنسبة للرجال في عدد 8 يقول يصلي رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال، يعني إيد الإنسان تكون طاهرة من أي اسم أو خطيئة. وبالنسبة للنساء لباس الحشمة مع الورع والتعقل من غير أي زينات، الإنسان لم يقف أمام الله زينته الوحيدة هي التقوى بالأعمال الصالحة. وبيقدم لنا الصورة الجميلة دهية لشكل العباد، لكن الحقيقة في عدد 4 بيحط قدامنا مبدأ من مبادئ المسيحية العظمى، يقول كده الذي يريد أن جميع الناس يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. يعني الله أمام الإنسان خليقته صنعت إيديه، يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، دي إرادة الله ورغبة الله. أما الإنسان بحريته يسلك في أي صورة أخرى ذنبه على جنبه زي ما بيقول، لكن رغبة الله ومحبة الله وزراعيها على عود الصليب مفتوحتين من أجل أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ودي نظرة المسيحية لكل البشر. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، يعني المسيح على الصليب في ناس قبلته وفي ناس لسه هتقبله، ما بنقدرش نصنف البشر أن دول مثلا لونهم كده ودول لونهم كده، أو دول بيتكلموا اللغة دي أو اللغة دي، أو دول رجال ودول نساء. لا، إحنا تصنيف البشر إنجاز هذا التعبير مجازا أن صليب المسيح القائم أمام كل البشر. أما الذين قبلوا السيد المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. طب اللي ما قبلهوش هو منتظر ويطيل في الوقت إلى أن يأتي زمن قبولهم.
ودي محبة المسيح الفياضة اللي شفناها على عود الصليب وزراعيه المفتوحتين قدام كل البشر، تعالوا إلي، هلموا إلي. ودي الصورة الجميلة، لأنه يريد أن الجميع يحيون في فرح عظيم. ربنا معكم.